السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو دوت هنتعلم مع بعض إزاي نعمل Water Level Control System ببرنامج Simulink. الموضوع بسيط جدا. هنعتبر إن إحنا عندنا تانك هنا كده، تمام، وبعدين بيتملي من فوق، وفي طبعا ماسورة من تحت، ما في هنا زي محبس بيتحكم في الاوت فلو بتاع التانك من تحت، ففي ان فلو اوت فلو، وفي طبعا هنا لما بيكون الان فلو اكبر من الاوت فلو اذا طبعا ده هيحصل المستوى المياه هيرتفع، بالرغم ان في تسريب بس برضه مستوى المياه هيرتفع. فاحنا عندنا كام بارامتر هنا؟ عندنا زي ما احنا شايفين الان فلو والهايت بتاع الووتر، وعندنا الريزيستنس طبعا، والتانك المفروض له كاباسيتي، بتاعت التانك، يعني هنا تانك capacity سعة التانك. طبعا دي ال differential equation اللي بتحكم الموديل بتاعنا. هنحولها transfer function، هتبقى حاجة زي كده r على 1 زائد rc على s، تمام، rc في ال s زائد 1. نخش على برنامج ال simulink. ادي برنامج ال simulink ده، شايفين ال transfer function بتاعتنا عملناها. عشان نجيب الترانسفير فانكشن بكل بساطة، يعني هتيجي هنا كده تكتب ترانسفير فانكشن، اهي هتطلع لك كده، هتكبرها شوية، تيجي هنا تختار البارامترز اللي فوق زي ما احنا عملنا هنا كده، يبقى دي ار، واللي تحت عندك هتبقى ار في سي، محدش ينسى علامة الضرب. اوكي، نكبر كده، احنا شايفين هنا طلعت زيها، تمام، هنمسحها. دي طبعا ده ستيب انبوت، هتجيبه من ستيب كده، تمام، سيب البارامتر زي ما هي، واحد زي ما تغيرش فيه يعني، تمام. وادي السكوب بتاعنا برضك سكوب، هيجي هنا هنوصلهم ببعض وكده. هنعمل طبعا لازم نعمل ام فايل نحدد فيه الورك انفايرمنت بتاعتنا، دي ريزيستنس التانك، ريزيستنس اللي هي اوت فلو ريزيستنس، تمام، وادي الكاباسيتنس بتاعت التانك، التانك تمام. بعد كده يعني هنعمل رن، الكود بتاعنا طبعا لازم نعمله سيف، تمام، او سيف از في المكان اللي احنا عايزينه، تمام، ونغير الورك دايركتوري بتاعتنا لنفس المكان اللي احنا سايبنا فيه الفايل، يعني هنسيف الاول وبعد كده سيف از قصدي، ونغير الوركينج انفايرمنت بتاعتنا للمكان اللي فيه الفايل تاني، تمام، وبعد كده هنعمله ران بكل بساطه، هيبقى كده. طبعا لو احنا جينا شوفنا هنا من اللي اوت فين الورك سبيس، في كولمز ادي السي بتاعتنا وادي الار، تمام. هنخش على برنامج السيمولينك ونعمل بيلد الموديل بتاعنا وبعد كده نعمل ران. ده الاوتبوت بتاعنا، تمام، ادي الاوتبوت. عملنا ستيب انبوت وبعد كده ادانا اوتبوت. هنشوف بس قيمة الستيب انبوت، هنا كنا احنا ماشي فاينل فاليو بواحد بس هنا عملها 10، ماشي مش مشاكل، 10 اس سالب 3 هنا، يبقى 10 في 10 اس سالب 3 اللي هي بواحد يعني، تمام. عايزين نعمله كنترولر بقى، تمام، فهنجيب هنا كده بي اي دي كنترولر، تمام، ونضيف ده كده. هنشوف احنا البارامترز، هنغيرها البروبوشن كنترولر كي بي كي اي وكي دي الفيزر كوفيشنت ان، تمام، نضغط ابلاي. اوكي، هنيجي على الورك سبيس بتاعتنا، هنعمل المفروض نكتبهم تاني، نكتبهم ال نكتب الكي بي، بنحط لهم اي قيم، مثلا دي قيم عشوائيه، الكي بي والكي اي والكي دي والان، ونشوف الريسبونس بتاعنا. هنعمل ران تاني طبعا عشان يطلع عندنا في الورك سبيس، ونخش تاني بقى على السيمولينك موديل، تمام، اوكي اتعرف، تمام، وبعد كده نضغط رن،
زي ما احنا شايفين هنا الاوتبوت مش ستيبل، مش ستيبل اوي يعني. طب لو عملنا مثلا 100 برضو، لا نكتر شوية، 200 برضو مش ستيبل، يبقى القيم اللي احنا اخترناها مش كويسة يعني. احنا هنعمل تيونينج للقيم عشان نشوف الأحسن قيم. هنخش هنا على البي دي كنترولر ونشغل تيونر، يعمل لينيرايز البلانت الأول. ويفتحه هو ملقاش قيم ستيبل، معرفش يظبطها. طيب هنعدل في القيم ونشوف الموضوع ده تاني. عدلت القيم هنا، خليت البروبورشن كنترول ب20 والباقي ب1/10 والفلتر سبته زي ما هو، وهعمل ران للبلنت تاني. البلنت هنلاقي الاوتبوت ستيبل. دلوقتي ممكن نعمل تيون للكنترول بتاعنا. انا بعتذر جدا نسيت خالص السامنج بوينت، انا اسف جدا. ادي السامنج بوينت بتاعتنا، موجب سالب. تمام، هنمسح ده كده. تمام، ورجعت القيم تاني لواحد واحد واحد وهنا 1000، ونعمل ران. ونيجي هنا تاني نعمل ران، هنلاقي الاوتبوت مش ستيبل. هنيجي على البي دي تيونر وتيون، زي ما احنا شايفين ادي الاوتبوت الستيبل الجديد بتاعنا. عايزين نتحكم نغير فيه شويه اهو، نتحكم في الرايز تايم، في الماكسيمم اوفر شوت. تمام، نتحكم في ده كمان اهو لحد ما نحصل على البرفورمانس اللي احنا عايزينه. ادي مثلا البرفورمانس كويس، البارامترز اهي. الديريفاتيف يعني هنا طبعا السيستم هنا استخدم بي اي كنترولر بس، الديريفاتيف بزيرو والبي ب50 والاي ب79 والفلتر ب100، كده كده مش فارقه الفلتر يعني. كده الفيديو بتاعي هيكون خلص النهارده، وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.